كما كتشوفوا اليوم هذه المسيره الاحتجاجيه واللي سمينا بالخميس الاسود حدادا على المدرسه المغربيه ورفضا منا لمخرجات الحوار الاخير اللي كان يوم الاحد 10 دجنبر 2023 ما بين الحكومه وكذلك النقابات اللي كيقولوا عليها الاكثر تمثيليه. وكما كتلاحظوا معايا التنسيقيات الاكثر تمثيليه اللي خارجه اليوم باش تحتج وكترفض بالبت والمطلق هذه المخرجات الغير مشرفه. نعيد ونذكر بان الزيادات تتدي الملف المطالب ديالنا. المطلب الاول والاساسي هو الكرامه ثم الكرامه، وثانيا سحب النظام الاساسي وتحرير وكذلك فض وحل الملفات الفئويه المتنوعه. 1500 درهم اعتبرناه فتات ولا تفرتيت كما كنقولوا بالدارجه، ف 1500 درهم غير صافيه غتخضع للضرائب وغتخضع كذلك للاقتطاعات من الرواتب ديالنا السنه المقبله الكنوبس اللي هي التعاضديه، اضافه الى اصلاح المنظومه التقاعد. الى جينا ندير واحد العمليه حسابيه بسيطه من اصل 1500 درهم مع هاد الاقتطاعات والضريبه، ف أستاذ غيحصل على ما بين 400 حتى 450 درهم، فهذا راه ضحك على الذقون ودر الرماد على العيون. وتحية نضالية. بالنسبة للحوار كان عندنا موقف واضح منذ البداية، يعني شكون اللي كنشوفوا اليوم في الميدان؟ راه كنشوفوا التنسيقية الموحدة، كنشوف التنسيق الوطني، كنشوفوا التنسيقية ديال أساتذة الثانوي التأهيلي. وللأسف الشديد يعني الحكومة المتعنتة والوزارة الوصية يعني أصرت على تغييب هاد الشركاء الحقيقيين، هاد الشركاء الميدانيين، هاد الشركاء اللي فعلا كيمثلوا الشغيله. لذلك في الحوار ديال 10 دجنبر لا يعنينا. لماذا؟ لسببين. السبب الاول ان الملف المطلبي ديالنا اكبر بكثير من بعض الدريهمات التي تزادت. هناك مجموعه من الملفات العالقه، هناك النظام الاساسي او نظام المآسي الذي اسميه، الذي يعني يسيء الكرامه ديال الاستاذ بمجموعه من العقوبات وكيخرج الشغيله الاستاذيه من نظام الوظيفه العموميه وكيدخلها في واحد النظام ديال العبوديه والاسترقاق. حنا دابا المتمنيات، حنا لا نهوى الاضرابات ولا نهوى الاحتجاج، حتى حنا يعني القلوب ديالنا محروقه على التلاميذ ديالنا وبغينا نواصلوا معهم العمليه التعليميه التعلميه. وكنتمنوا هناك واحد المؤشر زوين، ان كاين واحد الاستدعاء ديال النقابه ديال الإفين او اللي عندها تحالف مباشر مع التنسيق الوطني والتنسيقيه الموحده، يعني عن طريق الحوار مع هذه النقابه اللي فعلا يعني تدافع على الشغيله وباستحضار يعني التنسيقيات الميدانيه. كنتمنوا باش يكون واحد الحوار اللي كيستجب لجميع المطالب المشروعه للشغيله التعليميه.